الاول اتشرف باسم حضرتك. مي مجدي اسماعيل. استاذه مي، انا عايز اعرف ايه مشروع حضرتك بالظبط اللي متعطل بسبب وزاره الاتصالات؟ اجهزه تعويضيه ذوي الاعاقه كلها هتشتغل ببصمه الصوت والعين ان شاء الله. هو الفكره كلها ان هي الناس اللي صاحبه الشلل الرباعي او الشلل النصفي ما بتحتاجش باي حد يشيل البيشنت او يساعده او يعمل اي حاجه، هي هتبقى شغاله بالفويس. يعني بمعنى ان انا اقول هنزل هطلع هاكل هشرب، هياخد الفويس يسجلها اوامر يبتدي الكرسي او بقيه المجموعه كلها تتحرك، لان هي المجموعه كلها مكونه من 8 اجهزه يعني. بس تمام. ده بالنسبه لذوي الاعاقه اللي ما بيقدروش يتحركوا بشكل طبيعي، فيقدر يحرك الاجهزه بتاعته باوامر صوت او بنظره العين. تمام. المشروع ده ايه اللي معطله بالظبط يعني؟ انا كنت شغاله موظفه في اداره البحث العلمي ومشروعات في المجلس القومي لشؤون الاعاقه، حصلت عندنا مشاكل ايام الاخوان، فاحنا توجهت لوزاره الدفاع ساعتها بطلب ان انا بطلب ان الجيش هو اللي يعمل لي مشروعي، فالحمد لله تقبلوه. يعني كان لسه سياده المشير في الوزاره قبل ما يبقى رئيس، وبعد كده خدوه وادوني الهيئه الهندسيه ومن الهيئه الهندسيه للانتاج الحربي، ولفيت كذا وزاره يعني بيشوفوا هم يقدروا يساعدوني بايه، لحد ما قالوا لي التخصص دوت هيبقى في الوفاء والامل. رحت الوفاء والامل، كان ساعتها لسه ما فيش رئيس في البلد عندنا، وقف عشان التصديق. بعد كده بعت طلب تاني من اسبوعين، قالوا لي طيب احنا هنجيب مهندسين من الهيئه الهندسيه، ولسه لحد دلوقتي لا جولي مهندسين يعملوا الاوامر اللي هي الديفايس بتاع الكراسي، ولا خدت تصديق ولا شفت حاجه يعني. بس وانا جات لي كذا فرصه سفر بره، بس هم هنا بالنسبه لهم قالوا لا المشروع هيتعمل هنا يعني مش هيتعمل في الخارج. هو المشروع طبعا كويس جدا ولازم يتنفذ في مصر يا رب ان شاء الله. انا بس عايز اعرف ايه اللي معطل مشروع حضرتك في الهيئه الهندسيه؟ حكايه المهندسين، هم قالوا لي في حد هيكلمك في الهيئه الهندسيه عشان يشوفوا الحاجات الاوامر الصوتيه دي وبصمه العين، محدش كلمني ولا جه حد لحد دلوقتي. بقالك قد ايه حضرتك مستنيه مكالمه التليفون دي؟ فتره يعني، انا قدمت مثلا من اسبوعين اهوت، لكن انا بجري بسعى في المشروع من السنه اللي فاتت او من اللي قبلها يعني. انا السنه اللي فاتت لما جيت كايرو اي سي تي هنا كان 2013، وشفت الوزير عاطف حلمي هو اتحمس للفكره قوي وقالوا لي قدمي في تمكين 2، بس انا عشان اقدم في تمكين 2 ما معيش اي ماكت ولا اي حاجه ولا اي مهندسين اصلا. تقدمي فين حضرتك؟ اقدم في مسابقه تمكين 2 اللي تبع وزاره الاتصالات. تمام. برضه ما فيش اي حد ولا مهندسين ولا اي حد يعمل الحاجات دي خالص. يعني وزاره الاتصالات عرفت باختراع حضرتك؟ عارفين من السنه اللي فاتت. وما عملوش اي حاجه؟ لا ما حدش عمل لي حاجه ولا مهندسين ولا حاجه، كان كل اللي بيقابلني من الشركات العارضه او الشركات اللي جايه بتعرض حاجتها هنا بيقول لي مبالغ معينه، وانا دلوقتي ما فيش اي شغل يعني، انا جاست ان انا عامله المشروع ومسجلاه ومعايا البراءه بس، والجيش هو اللي واخده، بس لسه بقى المهندسين والحاجات الباقيه دي. طب مين اللي في ايده ان هو يحل المشكله دي وان الاختراع ده يدخل حيز التنفيذ؟ والله يعني انا بعت الشكوى اللي فاتت دي على طول اللي هي من اسبوعين لوزير الدفاع، وهم كلموني من هناك من قلب الوزاره وقالوا لي هنوفر مهندسين من الهيئه الهندسيه، بس كله بيقول لي على حته التكنيكال دي بالذات هي تبع وزاره الاتصالات. انا بناشد والله سياده الرئيس بقى، وزير الدفاع، وزير الاتصالات، المهم ان اي حد يخلص لي مشروعي اما يسيبوني اسافر بس. فتنفيذ مشروع حضرتك متعلق ما بين وزاره الاتصالات والهيئه الهندسيه. وكان المفروض ان حضرتك تسافري تنفذي مشروعك ده بره مصر، لكن صدرت اوامر او تعليمات بعدم السفر وان المشروع لازم يتنفذ في مصر. في القاهره هنا، وهم بعد كده يعني هو هيتعمل هنا ان شاء الله في مصر، واحنا اللي نبيع واحنا اللي ندي مين الدول مين اللي تاخده مننا. انا ما عنديش اعتراض وهو ده اللي انا عايزاه من الاول، بس اشتغل بقى يعني مشروع ينزل، لان انا في ناس كتير قوي محتاجه الكراسي والحاجات دي بس يعني. ميرسي يا فندم، الف شكر لحضرتك. شكرا.